نجح. رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. مع أنه هذه الآية سبق أنه يعني مرنا في تفسيرها مرور سريع، لكن اليوم بدنا نوقف عندها شوي، لأنه أحيانا قد يظن البعض أنه هل يعقل يعني نبي كريم عم بيطلب ملك بحيث ما يكونش لغيره، يعني بحيث ما يكونش لغيره هذا الملك، بده يستأثر يعني بالملك هذا. وأكيد لما بطلب إنسان مثل سليمان عليه السلام مثل هذا الطلب بيكون في إلهام رباني له أو وحي أحيانا، ولذلك هذا بنجده في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان موجود هو يعلم ويطلب يطلب. مثلا يوم القيامة الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع، هو قبل يوم القيامة كان بيعلم الرسول انه بده يشفع، فبيوقف وبطلب وهو يعلم انه هو الله بده يجعله شفيع ويتقبل منه. وهون الله سبحانه وتعالى بده يثيب سليمان ويجري على ايده شيء، اطلب يا سليمان طلب، وهو بيعلم انه يستجاب. لذلك ربي اغفر لي، قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا، لاحظوا ملك، احنا في باب الملك، وقلنا انه ملك سليمان عليه السلام وغيره من الانبياء بده ينعكس وين؟ على الناس، على المجتمع، مش زي ملوك اليوم او ملوك امبارح حتى، يعني المهم بشكل عام المجتمعات البشرية سبحان الله من اجل انه يصلح امرها بتروح بتختار شخص يقودها وينظم امورها بيستعبدها في النهاية. ايش هذا؟ يعني هم الناس بتخذوا حكام لايش؟ الاصل الناس والمجتمعات البشرية بدها تنظم امورها، فبتختار لها واحد يقودها وينظم امورها، كيف تتطور الامور، وفي الاخير بيستعبد ايش؟ بيستعبدهم، بصير الاساس هو والشعب فرع. لكن هذا في منهاج النبوة مش وارد. لذلك في الدولة الإسلامية الراشدة كان يعتبر الحاكم خادم للناس، مش متسلط على رقابهم. وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. طب بدنا نحاول نفهم معناته لا ينبغي لأحد من بعدي بطريقة تليق برسول يطلب أو نبي يطلب هذا الطلب. هو يعلم أنه طلبه مستجاب ويعلم ما يطلبه. طيب حتى نمهد نفهم ليش بطلب بهذا الشكل، احنا إذا بتذكروا سبق قلنا أنه المجتمعات البشرية بتشبه الطفل الصغير، لما بتولدوا أمه منكون عم نهتم فيه اهتمام شديد، بأخذ منا كل وقتنا، بيكبر في الأخير حتى العصافير في الأخير شو بتعمل في العش؟ تدفعه بتقوله طير، خلصنا طير خلاص. ولبالكم ختم الرسالة ايش بيعني لما ختمت الرسالة؟ وهي القرآن الكريم والسنة الشريفة، وتفضلوا كملوا انتوا يا بشر، واللي منعرفش قديش باقي لهم على هذه الأرض. وثبت انه البشر فعلا قادرين على انهم يستمروا. ختمت اذا ليش الرسل كانت موجودة في الاول؟ واضح انه حاجة الناس قديما كانت اكبر من حاجتها اليوم. ليش؟ لانها زي الطفل بكبر بتقل حاجاته، بكبر بتقل حاجاته حتى ايش؟ يستقل، حتى يستقل. ولذلك من اول ما خلق ادم اذا بتلاحظوا علم، وعلم ادم الاسماء، علم. طيب والانبياء ايش كانوا مهمتهم؟ هم في البدايه الانبياء بالدرجه الاولى هدى في كل باب، هدى. وكانت البلد الواحده احيانا يكون فيها اكثر من نبي، اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. تصوروا بلد واحدة ثلاث طيب
حتى في عالم الصناعات. نوح الآن عليه السلام أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا، بيصنع بتعليم رباني. هل كانت البشرية أول مرة بتركب البحر؟ ممكن، أو الماء يعني، ممكن هذا التعليم. بالنسبة لداود عليه السلام، عليه السلام، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم، علمناه، كان يقول له وقدر في السرد، مسألة التقدير أثناء النسج. بالنسبة لسليمان عليه السلام أسلنا له عين القطر، النحاس المذاب. إذن في عالم الصناعات حتى، أنتم بتتصوروا أنه لو أنه آدم عليه السلام مثلا لما نزل على الأرض هو وزوجته، معقول يعني يترك أنه يمشي في هالأرض هو والزوجة وهو لا يميز أنه الأسد يفترس والغنم بتفترسش؟ كيف بده يميز بين الحصان والأسد؟ آدم وحواء. كيف بده يميز بين الأفعى وأي مخلوق ثاني نافع؟ يعني بمعنى آخر في مجال للمغامرة. هذا المخلوق إذا أنزلنا على الأرض مع كل الكائنات اللي موجودة بتهدد وجوده، بتكون تكلفة الأمر كبيرة. إذا ذهب آدم أو ذهبت حواء خلصنا. كان في رعاية ابتداء لما نزل، كان في رعاية ربانية تماما زي ما احنا بنرعى الطفل شوي شوي. بعدين ايش عرفوا آدم؟ يعني انه لازم لما تولد مرته فرضا، آدم عليه السلام، انه لازم مثلا يربط الحبل السري، يربطه، وتفاصيل طويلة. طب الكائنات الثانية بتتصرف وفق الفطرة، لكن احنا واضح انه مش الفطرة لحالها، لابد من تعليم في مسائل كثيرة، لابد نتعلمها تعليم. ولذلك لما بيحاول البشر اليوم، بعيدا عن هذا المنظار اللي بنتكلم فيه، يفسروا كيف تطور مثلا، كيف تطورت اللغة، كيف تطور الإنسان، بيحاولوا انهم يتخيلوا انه الإنسان اذا بده يستفيد ويتعلم كيف. فكثير مما كتبوا علماء اللي حاولوا انهم يعني يتحدثوا حول التطور البشر عبر التاريخ، ممكن يكون اكثرها خيالات. ديروا بالكم، متخيلين هم انه الانسان يفترض في بداية حياته كان كذا وكان كذا عبر التجربة، لانهم هم كأنهم متصورين ما كانش في مساعدة لهذا الانسان. يعني اللي خلقوا خلق خاص، اللي خلقوا خلق خاص وامر الملائكة والجن تسجد له، بلقيه في هالارض وبسألش فيه. طب كيف ما بقي يسأل فيه حتى بعث محمد صلى الله عليه وسلم وختمت الرسالات؟ بقي يعلمه عبين ما ختمت الرسالات. إذن الإنسان حتى نفهم تاريخه، حتى نفهم تاريخه، مش خلق وألقي في الأرض وأهمل، لا، أعطانا القرآن إشارات إنه هذا الإنسان كان يعان ويعلم ويحفظ في بداياته، عبين ما أصبح قادر وبلغ رشده. الآن عبر التجربة والخطأ بإمكانك أنت تتعلم صح. أما من أول يوم تعلم آدم وحواء تجربة وخطأ، هذا شيء مكلف، شيء مكلف. معناته شو بيحصل؟ إنه كل ما كانت البشرية لحظه يعني ترتقي في وعيها وقدراتها، معناته نسحب نسحب نسحب. وكان سليمان يعلم كغيره من الأنبياء إنه في قضايا لن تكون للأمم القادمة، في قضايا كانت للأمم القديمة ممنوع تبقى موجودة، زي الرسل مثلا كانوا للأمم السابقة، بعد محمد ما فيش خلاص. ليش ما يكون في رسل؟ طلع ما أجملها لو إنه الآن في رسل ووحي مستمر وتفاصيل، ونسألهم عن بدل ما نقعد نحلل تحليلات سياسية ونظل من يعني خيالات، وكل واحد يقول قوله ويحلل بطريقته، لو انه في انبياء ماشيين بيننا لا انتو خلاص الان يعني بلغتوا. تصور لو ابوك بدك يظلك انت معتمد عليه وبعدين معك مخلصنا. فبالتالي اذا يعلم سليمان عليه السلام انه في امور راح تنسحب، بيعلم هو كنبي ورسول امور بما فيها ختم الرسالات، كانوا بيعرف
كانوا بيعلموا ومبلغين. موسى مبلغ عن محمد صلى الله عليه وسلم، وعيسى مبلغ مبلغين عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ومش بس هيك، وحتى في قضايا تحديات بتتواجه البشرية مبلغين فيها. يعني ما من أمة، ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال مثلا. كان في عندهم تصور، تسحب الآن يبدو أنه سليمان عليه السلام الله سبحانه وتعالى ألهمه أو أوحاله أطلب. الآن